إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من ضواحي مدينة العرائش، وبالذات بالطريق الرابطة ما بين القصر الكبير والعرائش. هذا هو المكان اللي توفى فيه الطالب اللي في العمر ديالو تقريبا ما يقارب 17 سنة، لقى الحتف ديالو هنا للأسف الشديد بعد ما كان راكب في حافلة، بعد ما كان راكب طبيعة الحال في الطوبيس ديال الطلبة وطاح منها ودازت عليه بالعجلة، الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو الأحباب ديالو. أكيد أنها فاجعة بكل المقاييس اللي وقعت هنا بهذه المنطقة. إذا أنا متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي، هذا هو المكان اللي وقعت فيه الواقعة، واقعة ديال الطالب اللي في العمر ديالو 17 سنة كان راكب في الطوبيس وكان متجه صوب الكلية المتعددة التخصصات مدينة العرائش حتى لقى الحتف ديالو هنا بهذا المكان. تعال زين الحارة لأسرة الضحية، وإني لله وإني إليه راجعون. أكيد أنها فاجعة تنضاف إلى الفواجع بهذا الإقليم المنسي، الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو الأحباب ديالو، الله يرحمه الإخوان، ندعو معاه بالرحمة وبالمغفرة. هذا هو المكان اللي توفى فيه طالب اللي في عمر الزهور لقى الحتف ديالو بهذا المكان، طالب اللي في العمر ديالو تقريبا 17 سنة. وفاة الطالب يبلغ من العمر 17 سنة تحت عجلة حافلة الطريق بين القصر الكبير والعرائش. المرحوم كان كيدرس السنة الأولى شعبة الاقتصاد، السنة الأولى شعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. أعزاؤنا لأسرة المرحوم وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصب الأهل ديالو والأحباب ديالو. هذا هو المكان اللي وقعت فيه الواقعة واللي وقعت فيه الحادثة واللي هز المنطقة بأكملها بعد وفاة ديال هذا الطالب. هنا المرحوم طاح ولقى المصرع ديالو، الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو والأحباب ديالو، دعوا مع الإخوان بالرحمة وبالمغفرة، الله يكون معاه ويكون مع الأهل ديالو والأحباب ديالو. أكيد الله يكون مع مولته، الله يصبر مولته، ماشي بالسهل أنك تصيفط الإبن ديالك يقرأ حتى كتوصل خبر ديال الوفاة ديالو. أكيد خبر غادي ينزل كالصاعقة على الأسرة ديالو وعلى الأهل ديالو والأحباب ديالو، أكيد أنها فاجعة بكل المقاييس للأسف الشديد. الله يصبر الأهل ديالو والأحباب ديالو، تعازينا للحاضر الأسر أسرة الضحية وإن الله وإن إليه راجعون. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاجعة بكل المقاييس للأسف الشديد تنضاف إلى الفواجع هنا بهذا المنطقة. فاجعة مرة أخرى تنضاف إلى الفواجع هنا بهذا المنطقة. إذا هذه الطريق بطبيعة الحال الإخوان طريق رابطة ما بين العرائش والقصر الكبير، هنا فين وقعت الواقعة ديال الطالب اللي توفى ولقى البصرة ديالو بهذا عين هذا المكان. هذه البلاصة اللي توفى فيه الطالب اللي في العمر ديالو تقريبا 17 سنة ولقى الحتف ديالو، الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو الأحباب ديالو. الطالب اللي كيبلغ من العمر تقريبا 17 سنة توفى تحت عجلة حافلة اللي هذه الحافلة أو الطوبيس اللي جات من مدينة القصر الكبير وكانت متجهة صوب مدينة العرائش. هنا بعين المكان لقى المصرع ديالو هذا الطالب، الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو الأحباب ديالو، تعازينا الحارة العائلة ديالو. كما قلت أن هذا الطالب هذا اللي كان اللي من مدينة القصر الكبير
وجاي من مدينه قصر الكبير وغادي حتى العريش بكليه المتعدده التخصصات، وللاسف انه الباب على ما اعتقد كانت محلوله وطاح ولقى المصرع ديالو للاسف الشديد وتوفى الله يرحمه الله يصب الأهل ديالو والاحباب ديالو، فاكيد انها فاجعه بكل المقاييس للاسف الشديد. وكما شفتوا في اللايف اللي قبل من هذا كان السلفه الامني كبير، امني كبير، رجال الدرك الملكي اللي حلوا بعين المكان وتم نقل جثه الهالك الى المستشفى، مستشفى القرب بالقصر الكبير الله يرحمه والله يصب الأهل ديالو والاحباب ديالو. وكما قلت الاخوان ماشي بالسهل ان صيفط او ترسل الابن ديالك يقرا حتى توصل بخبر ديال الوفاه ديالو للاسف الله يرحمه والله يصبر العائله ديالو. اكيد انه بقى فيا للاسف والله الا بقى فيا الدري التلميذ اللي في العمر ديالو تقريبا 17 سنه كان غير غادي يقرا حتى لقى المصرع ديالو شهيد، فاكيد انه شهيد الدراسه الله يرحمه والله يصب الاهل ديالو والاحباب ديالو. اذا هذا هو المكان اللي وقعت فيه واقعه وفاه طالب كيدرس بالكليه المتعدده التخصصات بمدينه العريش بعد ما لقى المصرع ديالو في هذا المكان، بعد ما كان راكب في طوبيس كان متجه صوب الكليه المتعدده التخصصات بمدينه العريش حتى لقى المصرع ديالو. لأن هذه الطريق رابطة ما بين العريش و القصر الكبير واللي لقى فيها الشاب اللي في العمر ديالو 17 سنة لقى المصرع ديالو. داو معاه الإخوان بالرحمة وبالمغفرة، داو معاه الله يصبر ميمتو، الله يصبر الأهل ديالو والأحباب ديالو، الله يصبر ميمتو بطبيعة الحال، الله يكون مع والديه. فأكيد أنها فاجعة بكل المقاييس للأسف الشديد. أكيد أنها فاجعة بكل المقاييس للأسف الشديد اللي وقعت هنا بهذه المنطقة. هذه المنطقة اللي وقعت فيها الحادثة بعد وفاة ديالو. تعازينا الحارة لأسرة الضحية وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه الله يصبر ميمته ويصبر والديه، فأكيد أنها فاجعة للأسف. نترحموا ليها الاخوان بالرحمه وبالمغفره والله يصبر ميمته والله يصبر عائلته.